السلام عليكم. على الجانب الخفي من راح الحرب التي تدور في اليمن منذ الانقلاب والاجتياح، يكابد الجيش الوطني حربا أخرى غير معلنة تستهدف حياته وحيويته، وخصوصا حين يكون الحديث عن الاحتياجات الأساسية ويقتصر الأمر على الرواتب التي هي الأخرى أصبحت في طي نسيان الشرعية والتحالف، بل يشمل الأمر القمح والغذاء بحسب ما جاء في مناشدات قيادات عسكرية لجهات إغاثية تريد منها إسناد قطاعات من الشرطة والجيش بإغاثة غذائية. رغم النداءات المتكررة من بعض الجهات العسكرية في تعز وغير تعز بخصوص وضع الجيش، إلا أن الجهات المعنية بالنداءات تضع أذنا من طين وأذنا من عجين في مسلك أقل ما يمكن وصفه بلا مبالاة ممنهجة. حين يجوع الجيش تجوع رمزية الدولة وتخفق في معركة استعادة الجمهورية، وخصوصا عندما يصل الأمر بالإخفاق إلى الدعم في التغذية وكسر هيبة الجيش وقيادته. هذا الإهمال الممنهج للجيش يعزز الفرضية التي تقول إن ثمة رغبة خارجية لجعل الجيش الوطني والحلقة الأضعف في المعركة ضمن المخطط القديم الجديد الذي يعمل على إضعاف الدولة اليمنية والجيش اليمني لغرض في نفس الممول. وهنا نتساءل، من المستفيد من الإضعاف الممنهج للجيش الوطني؟ وإلى متى يظل يكابد احتياجاته في المعركة التي يخوضها للدفاع عن أمن اليمن والخليج؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور عادل مسني الباحث والأكاديمي. مساء الخير دكتور عادل. مساء الخير. كما سينضم معنا مجموعة من الضيوف عبر الهاتف، إذا قبل أن نذهب لمشاهدة لبدء هذه الحلقة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. نحن بحاجة للقمح يا حياة، هذا مضمون رسالة وجهها قائد الشرطة العسكرية بتعز قبل أن تتداعى الحالمة خلف النداء الذي أطلقته الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني للوقوف خلف الجيش والأمن وإسنادهما. لكن الخبر من زاوية أخرى فتح بابا للتساؤلات عن حجم القصور الذي تواجهه المؤسسة الأمنية والعسكرية بتعز، وكشف عن تقاعس رئاسة الدولة والحكومة وهيئة الأركان والمحافظ والمحور والتحالف عن إمداد الجيش بالقمح والغذاء. ليس هذا فحسب، بل وحجم الخذلان الذي تعيشه هذه المدينة ويصيب قلبها وحارسها الأول الجيش الوطني والأمن. فالجيش هو الضامن الأول والحقيقي لشرعية اليمنيين ودولتهم وأمنها، وهو منهمك في إعادة ترتيب صفوفه بعد أن استلب الانقلاب والقيادات الموالية للمخلوع الكثير من قدراته وقواته. وسط تحذيرات من مخاطر كسر هيبة الجيش الوطني التي تعد إهانة لرمزية الدولة وبمثابة إعلان عن الإخفاق في معركة استعادة الدولة، فهل وصل الأمر بالإخفاق في الدعم إلى تغذية الجيش؟ أجل، لكن الأسوأ أن يحدث ذلك في ظل الحديث عن المبالغ الطائلة التي تذهب تحت بند التموين. الاتهامات طالت القيادات العسكرية التي مكنت فتح توفيق عبد الرحيم أحد أبرز رموز الفساد في عهد النظام السابق، ومنحته امتياز التموين العسكري الذي يراه الكثير أكبر بؤرة للفساد. يقول متابعون إن أي مقارنة للجيش بالميليشيات على مستوى العتاد والتغذية والإمكانيات فإن الجيش الوطني يبدو الحلقة الأضعف. ففي تعز يفتقر الجيش الوطني لمقرات رسمية ومستشفيات ميدانية وخدمات طبية، ناهيك عن التدريب والتموين والصيانة واستيعاب المجندين وعدم انتظام صرف الرواتب. فما الذي يتبقى إذا جاع الجيش حارس الجمهورية والهوية الوطنية؟ إذن دكتور عادل، الجيش يعاني من الاحتياجات الأساسية في تعز، كيف تنظر للأمر بشكل إجمالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أنه المحافظة تعز تقود المشروع الثوري في اليمن، وأيضا تمثل الشرعية في أنصع صورها باعتبار أنها هي التي تصد معارك الانقلاب، وهي الخط الساخن على امتداد الحرب في اليمن. وبالتالي أعتقد أن هناك مشروع إقليمي الذي جاء أيضا تحت مظلة نصرة الشرعية يخوض له أجندات خفية، من هذه الأجندات حصار تعز، والحصار أيضا أصبح يعني ليس
طي الكتمان، ولكن كل المنظمات الحقوقية وكل المعنيين بالجانب الإنساني والإغاثي يتكلمون بشكل ويصرخون حقيقة بشكل كبير عن ما تعاني هذه المدينة من حصار وتقويع وتركيع خلال 3 سنوات. وبالتالي أعتقد أنه يأتي في قلب هذا الحصار أيضا معاناة الجيش التي يعني يتضرر بشكل متعمد من قبل أيضا الشرعية التي تأتمر حقيقة بأمر التحالف وتتخوف من أي يعني خطوة في اتجاه أيضا دعم وسند ورفض هذا الجيش الذي يخوض معارك بطولية، وخاصة الآن وهو يحاول استعادة واسترداد المقرات الحكومية من يد الإرهابي بالعباس. وبالتالي أعتقد أنه الآن وهو يصدر هذه المعارك البطولية وهو يدون يوما مجيدا في تاريخ انتصارات تعز وحقق حقيقة استرداد الكثير من هذه المواقع، كان مفترض أن تتلقف هذا النصر الكبير الشرعية والتحالف وبالتالي تدعم هذا الجيش وتلتفت إلى الإهمال والمعاونة وتحاول أيضا تتلافى كل ما يعني كل أخطاء خلال 3 سنوات. لكن في قلب هذه المحنة وفي قلب هذه العمليات البطولية التي يصدرها هذا الجيش نلحظ هذه المآسي ونلحظ هذا التقويع والتركيع الذي مستمر ولا زال مستمر، وهذا إنما يدل على أن التحالف يخشى من هذا النفس، لا يريد لتعز أن تتحرر، لا يريد أن تنتزع قرارها السياسي والعسكري والميداني، لا يريدها، لا يريد أيضا دعم ميليشيات بزرعها في هذه المحافظة، هدفها أيضا إرباك هذه المحافظة ونشر الفوضى فيها. نعم دكتور، يعني ألا يشكل هذا الإهمال منهج ضرب لرمزية الجيش وأيضا رمزية الدولة؟ يعني نحن في أكثر من حلقة تحدثنا عن ما هي يعني الاحتياجات التي يحتاجها الجيش للتحرير، كنا بدءا من الدعم المادي لهذا الجيش بالسلاح وبالعتاد أيضا وبالمال وبكاسحة الألغام وما إلى ذلك، وصلنا إلى مرحلة أن هذا الجيش لا يستلم رواتبه. اليوم نتحدث عن يعني القمح والغذاء، غدا عن ماذا سنتحدث؟ يعني طبعا مرورا بالجرحى وأسر الشهداء. يعني لما هذا الإهمال يعني الذي يعني واضح أنه يضرب في رمزية الجيش والدولة؟ قلنا سيدتي هناك عمل ممنهج تقوده دول التحالف، الشرعية حقيقة استسلمت. نعم. يعني هذا هو السؤال، يعني إذا التحالف يريد إثبات الجيش وتحبيطه أين دور الشرعية؟ هل تقبل استسلمت؟ الشرعية استسلمت بالكامل لأجندات التحالف، وهذا واضح أيضا من عودة رئيس الوزراء إلى المشهد عدن قبل أن يعود، أدلى بتصريحه الشهير بإسقاط العقوبات عن أحمد، وهي أجندة واضحة للإمارات تتبناها بشكل يعني معلن. وبالتالي أعتقد أنه هذا في يسير في طي الاستسلام الكامل لأجندات التحالف وبالذات الإمارات. وأيضا الشرعية خلال أيضا هذا الصدام الكبير وخلال هذه المهانة التي يتعرض لها الجيش سواء في تعز أو أيضا في الانقلاب الذي حدث في عدن وسقط وذهب ضحيته كثير من الشهداء والقتلى والجرحى، وبالتالي نجد الصمت المطبق للشرعية لا يعني لا تواجه ولا تقابل هذه التحديات التي تعرض لها ويتعرض لها جيشها وشعبها وترابها وسيادتها في اليمن. وبالتالي أنا لا أعول ولا أرى على صوت الشرعية ولكن على الشعب الذي بدأ يتلقف هذه المواجهة، وبدأنا يظهر في احتجاجات كبيرة ومظاهرات عارمة في تعز وعدن وحضرموت. وأعتقد أن النواة التمرد على هذه الهيمنة والسطوة للتحالف التي تمر من بوابة الشرعية لإذلال الشعب اليمني وجيشه ستكون من الشعب اليمني صاحب القرار وصاحب السيادة على الأرض والتراب. وبالتالي نحن نراهن على الشعب اليمني. أعتقد أن الشعب الجيش الآن يصدر بطولات ويسير ايضا في طريق ترسيخ يعني اركان الدوله التي تتآمر عليه ويتآمر عليه التحالف. اعتقد انه تثبيت الامن والاستقرار في تعز هو مهمه يعني مقدسه للحكومه وللشرعيه وللتحالف، المفترض يدعم هذه المهمه التي يخوضها هو الان ويخوض ايضا، وهي خطوه حقيقه في طريق ايضا تحرير المدينه. لا يمكن الكلام عن تحرير المدينه وبداخلها يعشعش الارهاب وهذه الجماعات الارهابيه التي تتلقى دعما مفتوحا من المال والعتاد والسلاح في مهمه اساسيه وهي ضرب الجيش الوطني واضعاف الشرعيه. أعتقد أن الإمارات لها أجندات مماثلة في عدن وحضرموت وفي تعز يكمن هذا أبو العباس الذي أيضا عمل خلال 3 سنوات على إرباك المشهد داخل تعز وتشويه صورتها الجمالية السلمية وأيضا إرباك عملية التحرير داخل المحافظة. الآن الجيش الوطني والسلطة المحلية والشعب يسند هذه الخطوات بشكل كبير، يسير في طريق أيضا اقتلاع هذا واستئصال هذا الورم الخبيث داخل المحافظة، وهذه خطوة نقلاء في طريق أيضا التحرير. افترض
من الشرعية ومن التحالف أن يدعم إذا كان فعلا يعني مع قضية استرداد الدولة ومع قضية تحرير ومع قضية استعادة الدولة ومع قضية الصراع المفتوح ضد إيران وأجندتها، أن يدعم هذه الخطوات المباركة لا أن يشدد الحصار في هذه اللحظات الحرجة التي يتعرض لها الجيش. نعم، إذا يعني لو تحدثت دكتور عن مستفيد خارجي أو ربما أجندة خارجية هي من يعني تضع الجيش في هذا الوضع يعني أو عدم دعمه وإهماله بهذا الشكل، برأيك من هو المستفيد المحلي في تجويع الجيش وعدم الوفاء بالالتزامات والدعم؟ المستفيد في الحقيقة هي التي هي الميليشيات بشكل عام التي تحاول أن تكون بديلا لهذا الجيش، بديلا للشرعية، سواء في عدن أو في حضرموت أو في تعز. وبالتالي والمستفيد أيضا المولين لهذه الميليشيات، يعني بمعنى أن هذه الميليشيات لم تأتي من فراغ، ولكن جاءت في سياق أيضا دعم إقليمي كبير وفي سياق مشروع يتبنى لإطاحة بالشرعية وأجهزتها ومؤسساتها وفي قلبها الجيش الوطني وتثبيت ميليشيات وفتح لها الاستثمارات الكثيفة من خلال الأموال والسلاح والتدريب وغير ذلك. وبالتالي نشهد الآن معركة ضروس وصراع مرير ما بين أيضا بقايا الشرعية الممثلة بالجيش الوطني في تعز مسنود بإرادة جماهيرية واسعة، وما بين هذه الأجندات المشبوهة التي زرعت بأيضا أجندات إقليمية في قلنا في التي زرعت أيضا بجهود إقليمية في هذه المحافظة. الآن الصراع مفتوح، وبالتالي تظهر على الجلاء وتكشف تماما وتسقط ورقة التوت التي تغطي هذا المشهد الكئيب في تعز. وبالتالي أعتقد أنه هناك يعني استشعار وتلقف كبير من الناس داخل والشعب والجماهير في هذه المحافظة قلنا وفي بقية المحافظات المحررة، لأنهم شعروا أن الشرعية تلاشت، الحكومة لم يعد لها صوت، استسلمت وذابت خلف أجندات الإمارات، وبالتالي بدأ يستشعروا فعلا أن هذه الميليشيات بدأت تستحوذ على القرار والنفوذ داخل المحافظة المحررة بالكامل، وهي ما تصنع القرار. وبدأت هناك أجندات مشبوهة تطل على المشهد بقيادة وتفتح لها معسكرات، مثلا استعادة الثورة، استعادة رموز النظام القديم أمثال طارق عفاش، والتي تسخر له أيضا الجيوش والإمدادات والإمكانات وتبارك أيضا الشرعية برموزها. هذه الخطوة في الوقت الذي تهمل تماما الجيش وتهمل يعني كيف تفسر هذا الأمر؟ يعني يدعم جيش طارق ويجهز بالعتاد ويجهز بالتدريبات أيضا، وينسى الجيش الوطني الذي وقف مع هذه الشرعية في أحلك ظروفها وقدم يعني الروح قبل يعني المال وقدم كل شيء لأجل استعادة الشرعية يهمل بهذا الشكل. هو حقيقة هذا يكشف حقيقة موقف الشرعية. الشرعية كان مفترض أن تدافع عن قضيتها، تدافع عن تطلعاتها، تدافع أيضا عن مكتسباتها، تدافع عن نواتها الممثلة بالجيش الوطني الممتد على التراب اليمني سواء في عدن أو في تعز أو في مأرب، والذي يصدر أيضا بطولات كبيرة جدا والصامد لأكثر من 3 سنوات في وجه الانقلاب بدون معاشات على الرغم من كل هذه الإرهاصات الكبيرة التي يتعرض لها وهذا الحصار والتجويع وأيضا ضراوة المعارك المستمرة ومضاعفة الحرب عليه، لكنه صامد ويؤدي أيضا بطولته بجسارة كبيرة. لا. كان مفترض للحكومة والشرعية القابعين تحت الإقامة الجبرية أن يقدروا هذه المواقف الجسورة للجيش اليمني ويدعموه بالقدر المتاح، لكن للأسف نشهد أن هناك تآمر إقليمي على هذا الجيش وعلى هذه النواة الصلبة التي تمثل وجه الشرعية وتمثل أيضا وجه المرجعيات في اليمن، والتي ينظر لها المجتمع الدولي على اعتبار أنها هي التي يجب أن تدعم وتسند باعتبارها تمثل المرجعية، تمثل السلطة الشرعية بالبلد. وبالتالي نجد أن هناك جهود تبذل كبيرة لميليشيات خارجة عن القانون وخارجة عن الشرعية، ويفسح لها المجال داخل المناطق المحررة من جيوش وأيضا نفوذ وإمكانات وأيضا سيطرة على الأرض وعلى المجال المحرر في ظل غياب وانزواء لهذه النواة التي تمثل أيضا الجيش. في المقابل نشهد أيضا انقلاب واضح، استبعاد كبير للوحدات التابعة للشرعية ممثلة في انقلاب عدن والذي استأصل أو ضرب تماما بقايا هذه الوحدات، والآن يأتي السياق الأخير في تعز من خلال هذه التركيع الواضح التي يحاول أيضا. إذن للمزيد من المعلومات تنضم معنا الأستاذة حياة الذبحاني الناشطة في المجال الإنساني والإغاثي من تعز. مساء الخير أستاذة حياة.
مرحبا، اهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناه بلقيس الفضائيه. استاذه حياه، تم بعث مناشده اليك كجهه حقوقيه واغاثيه بشان امداد الجيش بالدعم الغذائي او الشرطه، يعني كيف قرات هذه المناشده في ظل ما يقدمه الجيش وما يلاقيه من خذلان؟ نعم، في البدايه تحيه للجيش الوطني الذي كان وما زال وسيظل هو الدرع الحصين الذي تتكسر امامه كل احلام الميليشيا الانقلابيه وكل المؤامرات الداخليه والخارجيه ايضا. طبعا هي ليست المناشده الاولى التي نتلقاها من الجيش الوطني بالتحديد ومن افراد المقاومه الشعبيه ومن قياده الجبهات كذلك. كنا في مرة سابقة قد تلقينا عدة مناشدات من عدة جبهات بأن نلتفت إليهم وأن يكون هناك دور للحاضنة الشعبية في دعم وإسناد الجيش الوطني بالأطعمة والغذاء والملابس الشتوية وكذلك الأدوية ودعم الجرحى وتسفير الجرحى. في حقيقة الأمر هناك ثمة خذلان لا يغتفر للجيش الوطني ولأبطال المقاومة الشعبية هنا في مدينة سعد. الجميع يدرك بأن هناك مؤامرات لكسر شوكة سعد وكذلك كسر شوكة الجيش الوطني في هذه المدينة وضرب الجيش في الخاطرة. هذا الجيش هو صمام أمان الجمهورية اليمنية وهو صمام أمان تعز بالتحديد في هذه الظروف الخاصة. رأينا وشاهدنا وشاهد العالم بأثر ما الذي يحدث الآن في مدينة تعز ولماذا تحاول بعض الجماعات استهداف الجيش الوطني وكذلك محاصرة الجيش الوطني. نحن في حقيقة الأمر نستغرب دور الشرعية ودور رئاسة الجمهورية ودور الحكومة الشرعية، لماذا لا يلتفت بعين المسؤولية إلى قيادة الجيش الوطني؟ نعم. وإلى يعني اسمح لي بالمقاطعة أستاذة حياة، يعني هل أفهم من كلامك لماذا؟ نعم، هل أفهم من كلامك يعني أن أنت قلتي ليس الطلب الأول، هناك عدة مناشدات سابقة لهذا الطلب، يعني هل أفهم أن الجيش الوطني يعني وقيادات الألوية لا يمتلكون الأساسيات التي يعني يتدبرون بها أمرهم؟ تتحدثين عن بطانيات، عن أغذية، عن ولا يوجد ولا يتم إمدادهم بالدعم الكافي؟ نعم، حتى نكون منصفين هناك نوع من الدعم ولكنه لا يرقى لتغطية كافة احتياجات أفراد الجيش الوطني وقيادة كذلك الجيش الوطني. نعم، هي ليست المرة الأولى التي نتلقى فيها مناشدات من أجل إشراك الحاضنة الشعبية وأبناء محافظة تعز بل كل أبناء الجمهورية اليمنية في دعم وإسناد أبطال الجيش الوطني. أنا استغل الفرصة هنا لأحيي كل الجهود الجبارة والعظيمة لكل محبي تعز من الداخل والخارج المغتربين في كل أنحاء العالم الذين كان لهم دور في صمود هذه المدينة. محافظة تعز ومحبي محافظة تعز ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والبطولات، كانوا هم الدرع الحصين وكانوا هم اليد البيضاء وكانوا هم صمام الأمان لتماسك ووحدة أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني. نحن نقوم بجهود كبيرة كل الحاضنة الشعبية هنا في مدينة تعز، الكل يرى أن هذا الجيش هو صمام أمان البلاد، هذا الجيش هو النواة المستقبلية القادمة التي ستحافظ على أمن وأمان البلاد، هذا الجيش الذي ليس جيش الفرد وليس جيش الحزب وليس جيش العائلة، هذا الجيش هو من أتت به ثورة 11 فبراير التي كان الجيش يقتلهم في الشوارع وكان الجيش يكمم أفواههم، هذا الجيش نحن نراهن عليه بأنه الدرع الحصين، فلذلك سيسعى الجميع إلى دعم وإسناد أبطال الجيش الوطني بكل ما أوتينا من قوة حتى تحضر الدولة المدنية الحديثة وحتى يعود الأمن والاستقرار لكل الجمهورية اليمنية. لذلك نحن نرى المؤامرات الكبيرة ليس فقط على محافظة تعز بل على كل محافظات الجمهورية في أن تخمد جدوة هذا الجيش الوطني وأن يضرب في الخاطرة وأن تحك عليها المؤامرات وأن يقتل كل من يحاول الانتماء إلى الجيش الوطني وأن نرى كذلك انتشار ودعم مسلح أستاذة حياة يعني ومعنوي للجماعات الإرهابية التي تحاول ضرب الجيش الوطني. هي دعوة كذلك عبر قناة بلقيس لكل الجمهورية اليمنية ولكل اليمنيين في كل أنحاء العالم، أنا أقول لهم
النتائج تحتاجكم اللحظة، والجمهورية اليمنية تحتاجكم اللحظة، والجيش الوطني يحتاجكم اللحظة. نحن ننتظر منكم دعم وإسناد أبطال المقاومة الشعبية. من المؤلم جدا أن يموت الجندي في المترس وهو جائع، من المؤلم جدا أن يموت الجندي في المترس ولديه أسرة تموت من الجوع، من المؤلم جدا أن تتأخر. أستاذة حياة، يعني من الطبيعي الجيش الوطني، نعم، من الطبيعي أن يتم دعم الجيش من قبل الناس ومن قبل الجماهير ومن قبل يعني من يرون فيه بأنه حامي المدينة الحقيقي، ولكن يعني أن يصل الأمر إلى الدعم اللوجستي الذي يفترض، يعني أساسيات الجيش الذي يفترض أن يمد من قبل يعني القيادة العسكرية ومن قبل الحكومة أساسا، يعني هذه تعد فارقة في تاريخ الحروب. يعني اسمحي لي، يعني ألم يتم التوجه بداية للقيادات العسكرية طلب المعونات للجهات المعنية أن تغطي احتياجات الجيش؟ نعم أستاذة أسنى، نحن منذ 3 سنوات والجيش الوطني يناشد قوات التحالف العربي ويناشد الشرعية بأن يمد هذا الجيش بأسلحة نوعية ثقيلة من أجل إنجاز معركة التحرير في هذه المدينة. هذه المدينة لم تمد بالقدر الكافي من السلاح الثقيل حتى تتجاوز كل العقبات التي وضعت أمام يختفي الطيران حينما يتقدم أبطال المقاومة الشعبية. تقل الذخيرة على أفراد الجيش الوطني في الجبهات. يعني في حقيقة الأمر هناك ثمة خذلان وثمة مؤامرة على هذه المدينة، ولكن نحن في حقيقة الأمر يعني أستطيع أن أقول بأن هذه المدينة هي تحمل القضية وستنتصر لهذه القضية وستنتصر لهذا المبدأ وسينتصر أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وعند أقدامها ستتكسر كل المؤامرات وكل الأحلام التي تحاول كسر شوكة هذه المدينة والانتقام من الجيش الوطني. سنحتفل قريبا بجيش وطني مخلص لهذا الوطن يحاول بقدر المستطاع أن يحمي تراب هذه الأرض ويثمن تضحيات الشهداء ويثمن تضحيات الجرحى. معظم الجرحى هم من أفراد الجيش الوطني لم يجدوا حتى اللحظة العلاج لهم. معظم أفراد الجيش الوطني بدون رواتب، معظم أفراد الجيش الوطني أسرهم تتضور جوعا في المنازل. في حقيقة الأمر هناك تم خذلان لا يغتفر لهذه المدينة. نحن نراهن على الحاضنة الشعبية التي ستمد أبطال الجيش الوطني بكل شيء. نحيي كل المرابطات خلف متارس الأفران من النساء اللواتي يصنعن الكعك والخبز منذ 3 سنوات للجيش الوطني. نحيي كل النساء اللواتي تبرعن بالذهب والحلول لرفض تلك الجبهات. نحيي كل داعمي وفاعلي الخير الذين كانوا منذ 3 سنوات أيادي بيضاء ممتدة لدعم كل شيء في الجيش الوطني. نحيي كذلك كل من حمل السلاح وخرج بمساندة الجيش الوطني، وسنقول بأن هذه المدينة ستنفذ العملاء والخونة والجبناء ومن أراد كسر شوكة الجيش الوطني. مدينة تعز ستنفذ كل من يحاول التآمر عليها. مدينة تعز لن تنسى الدماء والشهداء والجرحى وكل التضحيات. مدينة تعز ستظل تتذكر بأنها 3 سنوات في حصار لم يلتفت إليها أحد سوى فاعلي الخير وسوى المبادرات الشبابية والجمعيات الخيرية. هي دعوة كذلك للإعلاميين والناشطين والسياسيين وكل من يحب مدينة تعز كما ذكرت مسبقا أن يثبت حبه لهذه المدينة في هذه اللحظات الحاسمة والحرجة بالتحديد لكي يسجل له موقفا وطنيا يتباهى به في الأجيال القادمة، وعلى الأقل يرضي ضميره بأنه قدم شيء لهذه الأرض الطيبة التي نشأ فيها وأكل من خيراتها، وكذلك يثمن تضحيات أولئك الشهداء الذين رحلوا وعاهدوا الجميع على المضي في نفس الدرب الشهادة أو الانتصار. شكرا جزيلا لك يا حياة ذبحاني، الناشطة في المجال الإنساني والإغاثي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. دكتور، يعني هناك أرقام هائلة يتم الإعلان عنها بما يسمى بالدعم للجيش، بينما الواقع أمر آخر، ما تفسيرك لهذه المفارقة؟ الأمر أعتقد مكشوف، يعني التحالف والشرعية لا توجد لديها نية جادة لدعم الجيش، لا توجد يعني رغبة حقيقية لرفض الجيش في استرداد في تحرير المحافظة وفي أيضا الدفع بالمعارك إلى الأمام باتجاه أيضا كسر شوكة الانقلابيين. أعتقد أنه يعني عين التحالف هي على الجيش الوطني، نواة الشرعية في هذه المحافظة، عين التحالف
وبالذات الإمارات يمتد أيضا إلى تعز بعد أيضا أن خرب وقرب في كامل الجنوب، وأوجد ميليشيات هيمنت بشكل كبير على هذه المضايق والممرات والمدن في المحافظات الجنوبية. الآن تمتد هذه المؤامرة لتصل إلى تعز، وأعتقد أنه الآن المعركة اليوم كاشفة بشكل كبير للأجندات المشبوهة التي زرعتها الإمارات. الإمارات تمون إرهابي، وهذا بتصريح أيضا باعتراف المنظمات الدولية، المجتمع الدولي، أيضا دول التحالف نفسها بأن هذا الرجل إرهابي. الآن دولة الإمارات تدعمه، من أين له هذه السلاح الثقيل، من أين له هذه الصواريخ، من أين له هذا المدد المهول الذي يتلقاه؟ بلا شك أن دولة الإمارات هي التي دعمته والتي فتحت له كل هذه الأرصدة، وبالتالي هناك لا يمكن لهذه الدولة أن تدعم الجيش، ولا يمكن للتحالف أن يدعم الجيش، وهو أيضا يدعم النقيض في داخل المحافظة، هو أيضا يقوض هذا الجيش في غيره من المحافظات، يخوض انقلاب واضح وصريح في عدن، وبالتالي يلغي تماما ويبطل أي فعل سياسي أو عسكري أو ميداني للشرعية، وهذا واضح أيضا من خلال 3 سنوات في المحافظات الجنوبية التي أسفرت عن خروج كامل للرئيس وأيضا كل أجهزة الدولة ومظاهرها في المحافظات الجنوبية، وشهدنا أيضا انتشار كثير وكثيف للميليشيات التي تتبناها هذه الدولة، وبالتالي هذا من الطبيعي أن تدعم هذه الدولة هذه الأجندات المشبوهة، من الطبيعي أيضا أن تخذل الجيش، من الطبيعي أن تتركه فريسة لهذه الأجندات، وأيضا أن تمنع عنه كل موارد أيضا المقاومة والصمود سواء لهذه الأجندات الخبيثة داخل المحافظة أو أيضا لإكمال واسترداد وتحرير المحافظة. تعز تشهد في قلبها وحولها أيضا مؤامرات تقودها دولة الإمارات، سواء بالجيش الممول جيش طارق التي أيضا يخوض معارك أو هكذا تؤول أنه يخوض معارك قصورة لاسترداد وتحرير المحافظة، بينما هو له أجندات الجميع يعرفها وهي إعادة استنبات النظام القديم والاستبداد وفرضه على هذه المحافظة التي عانت كثيرا من يعني بطشه وأيضا يعني قتله لأبنائها، وبالتالي أعتقد أنه هذا أيضا استفزاز يفجر الأمن والاستقرار داخل المحافظات. في المقابل أيضا تدعم في داخلها الميليشيات الإرهابية التي أيضا تستنزف الجيش. أعتقد أنه التحالف والشرعية الآن يعني يستنزف الجيش من خلال هذه المعارك التي هي في الأساس يعني ليست موجهة ضد الحوثيين بقدر هي ما هي موجهة لهذا الجيش الذي يتبع الشرعية، وهو استنزف على مدار 3 سنوات، والحصار والإهمال يأتي أيضا ليكمل هذا المشهد المؤلم في تعز. نعم، إذا اسمح لنا دكتور عادل أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عادل. وأحب أن أنوه أن كان سيكون معنا يفترض العميد جمال شميري قائد الشرطة العسكرية من تعز، ولكن للأسف لا يجيب على هاتفه بعد أن تم وعد البرنامج بالظهور. إذن دكتور يعني ألا يشعر أو تشعر رئاسة هيئة الأركان، رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية بشكل عام بالخجل أمام ما يحدث، أن ينتظروا الناس هي التي تقدم المساعدات الأساسية للجيش عوضا عن أن يكون يعني الحكومة هي من تقدم الدعم لهؤلاء الناس؟ نعلم أن وضع الناس في تعز ليس بالحال الميسور، يعني في نهاية الأمر الناس بلا رواتب، الحرب أكلت الأخضر واليابس والحصار على أشده في المدينة. لما ينتظرون من هؤلاء الناس الذين يعني ربما أتوقع أنهم قدموا احتياجاتهم وتجهيزاتهم لاستقبال شهر رمضان للجيش؟ أعتقد أنه ما يحصل الآن في تعز هو فاضح بشكل كبير للتحالف، لا يوجد الكلام عن الحياة والخجل يعني أبعد ما يمكن أن يكون لدى هذه الشرعية.
القابعة في المنفى في الإقامة الجبرية، وبالتالي هي لا تستشعر تماما مسؤوليتها ولا تستشعر أوجاع الناس في كامل الوطن، وبالتالي لو كان بها يعني ذرة من هذا الشعور لتغير وجه اليمن بشكل كبير. أعتقد أنه هذا التغول لهذه الأجندات المشبوهة، هذا الاحتلال المباشر لدولة الإمارات ما كان ليكون إلا نتيجة لهذا البرود التي تتعامل به الشرعية. دخلوا من بوابة الشرعية واستحوذوا على كامل اليمن، وهم الآن ينفذوا يعني يغرسوا آخر خنجر في آخر حصن للشرعية في تعز، وبالتالي يعتقد أنه الشرعية مكشوفة والتعويل عليها يعني رهان ساقط. الشرعية لا يمكن أبدا أن تقدم على شيء، خاصة وأنها اختبرت خلال 3 سنوات في معارك كثيرة مع التحالف وفي وقفات كثيرة مع أجندات الإمارات فاستسلمت. أعتقد أنه الآن تسير خلف أجندات الشرعية وهذا أجندات الإمارات، وهذا واضح أيضا خلونا من خلال الترحيب والتهليل بأيضا طارق عفاش دون أن يعترف هذا الرجل بأيضا الشرعية، وبد أيضا أن يعني يسير خلف الشرعية، لكن نجد أن رموز الشرعية ممثل برئيس الحكومة يرحب ويبارك أيضا انتصارات هذا المارق الذي قاد الانقلاب، ولا زال أيضا يعني يسير في هذا النهج، إلى الآن لا يعترف بالشرعية ولم يعتذر أيضا عن جرائمه الكبيرة في حق الوطن وفي حق الشعب، وبالتالي أعتقد أنه هذا وجه يعني مشوه للشرعية. الآن نحن نعول على وعي الشعب الذي بدأ يتنامى بشكل كبير ويتعاظم بشكل كثير، والذي فجر قلنا مظاهرات، وأعتقد أن هذه يعني نار تتقد تحت الجمر، العواصف ستزيدها اشتعالا، عواصف التحالف، وبالتالي سنشهد في الأيام القادمة أعتقد أن هناك استعادة للشعار الشهير ارحل للتحالف أيضا ليرحل عن أرضنا، يرحل عن أيضا عن ممراتنا، عن محافظاتنا، عن أيضا كل هذه الأجندات المشبوهة، ويرفع كل أيضا مظاهره السيئة في المحافظات اليمنية سواء في عدن أو في حضرموت أو في تعز. ونحن نعول على هذا النفس، نعول أيضا على إرادة الجماهير التي بدأت تدرك تماما حجم الخطر. يعني ما الذي تنتظره الشرعية؟ يعني تجد سخط الناس مما يحدث من استسلامها كما أسميته، من سيطرة التحالف على الأرض والمعركة يعني وسيرها أجنداته المختلفة، يعني الناس يضجون، كثير من الوزراء تحدثوا وظهروا على الشاشات يتحدثوا عما يحدث، لم يعد الأمر خافيا على أحد، ما الذي تنتظره بعد؟ بلا شك يعني الأمر الآن صار مفضوح ومكشوف، يعني مثلا ليست فقط على مستوى الداخلي، حتى لجنة العقوبات أشارت بشكل واضح إلى خروقات التحالف وإلى أنها تنشئ أيضا ميليشيات خارج الدولة، وبالتالي هناك أيضا تفهم دولي كبير لموقف الشرعية، لو أرادت أن تتحرك على أبعاد مختلفة سواء على الأبعاد الداخلية أو الدولية لغيرت كثير من الأمور. على المستوى الداخلي هناك مظاهرات كثيرة بتعز وعدن وحضرموت تطالب أيضا برفض هذه الأجندات المشبوهة، برفض أيضا الحزام الأمني، برفض هذه الميليشيات، والآن تخوض معركة ضروس في تعز ضد هذا أيضا التوجه الخطير التي تدعمه دول التحالف والساكت عنه أيضا الشرعية، هذا جانب. الجانب الآخر هناك أيضا مواقف حزبية في تعز أيضا كل الأحزاب مع المحافظ أيضا الذي يمثل أيضا السلطة الشرعية أدانوا تماما ويخوض المعركة أيضا جنبا إلى جنب مع الجيش والشرطة ضد هذه الأجندات التي تدعمها أيضا دول التحالف والساكت عنها الشرعية. أيضا على المستوى الرسمي هناك وزراء أيضا صرخوا وعبروا عن استياءهم وعن طفحهم نتيجة لهذا التغول الخبيث الذي أيضا تمارسه دولة الإمارات وتتجاهل أيضا الشرعية بل وتهينها كما قال جباري أنها لا تحترم الرئيس ولا تحترم أيضا اليمن، وبالتالي نحن أمام مشاهد خطيرة جدا، ينبغي للشرعية أن تستشعر هذه المهانات التي يتعرض لها شعبها وترابها، وبالتالي أعتقد أنه الشرعية يجب أن تتحرك، إن لم تتحرك اليوم فهي تماما سقطت في يعني بؤرة الخيانة والتآمر. أعتقد أنه هذه خيانة للشهداء وخيانة أيضا لهذه البطولات التي يصدرها الجيش الوطني وهي استسلمت والآن تسير في الاستسلام، لكن يبقى التعويل على الأيام القادمة وعلى أيضا دعم الشرعية. هناك أيضا أمل من خلال أيضا الالتفاتة للمعركة التي حصلت الآن في تعز، هناك أيضا يعني قيادة المنطقة الرابعة أيدت أيضا وطالبت أيضا القبض على هذا الإرهابي وتسليم أيضا معداته وأسلحته للجيش، ونحن نعول أن يتنامى ويكبر هذا الشعور لدى الشرعية وأن أيضا يجسد هذه البطولات ويدعم أيضا ويرفض أيضا الجيش الوطني في تعز وفي بقية الجبهات ويواجه أيضا أجندة الإمارات ما لم سيبقى في دائرة الاتهام ودائرة الخيانة. نعم هذا ربما ما يحدث يعني دكتور، ولكن أود أن أسألك أيضا
يعني الحديث عن موازنة الدولة التي يعني هي أقرب إلى القول بأنها صفر موارد الدولة التي كان يفترض أن تكون ليست بيدها، هل التضييق على موارد الدولة في المناطق المحررة يصب في ذات الغرض إضعاف ممنهج للدولة وللجيش في آن؟ الموارد السيادية النفط والغاز كله بأيد الإمارات، أيضا الموانئ الاستراتيجية مغلقة بشكل كامل من قبل أيضا دولة الإمارات، الحصار الذي تفرضه خلال 3 سنوات أيضا هادف إلى إضعاف المعنويات وأيضا قتل أيضا الإمكانات وقتل عمد حقيقة للاقتصاد اليمني، ما تبقى من اقتصاد هش ورثته عن النظام المتهالك صالح. وبالتالي هناك عمل ممنهج تقوده دول التحالف التي تمتلك أيضا مخزون ضخم من الثروة، كان مفترض أن تعول وتدعم هذه الشرعية ومؤسساتها والمقاومة الموجودة التي تقاتل في شعاب وجبال اليمن دفاعا عن الأمن الخليجي ودفاعا عن المشروع العربي المشروع اليمني وأيضا عن أجندات إيران، يعني تقاوم أجندات إيران التي ادعت الدول التحالف والتي تتضرر منها بشكل مباشر في المنطقة العربية بشكل كبير وتحاصر بشكل أساس وتستهدف في المقام الأول المملكة العربية السعودية. كان لها أن تقدر هذه التضحيات، تقدر هذه البطولات التي يسجلها الجيش اليمني والمقاومة اليمنية والتي هي في المقام الأول دفاعا عن الأمن القومي العربي السعودي قبل الخليجي قبل أيضا الأمن اليمني. وبالتالي نجد إهمالا كبير ونتجاوز لهذه التضحيات وقفز على كل هذه البطولات ومن ثم التآمر على هذه الإنجازات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة، ومن ثم زرع كيانات خبيثة داخل أيضا مربع الشرعية هدفها أجندات خبيثة لا تخدم تماما هذه المعركة ولا تخدم أيضا هذه الأجندات المعلنة للتحالف في أيضا مقارعة إيران في اليمن، بل أيضا تدشن عهد جديد من الاحتلال والمطامع الإماراتية التي تستحوذ قلنا على المواقع الاستراتيجية والمنافذ وباب البندم وبيون وفي المخا وعدن، تقيم أيضا معسكرات ثابتة وقواعد ثابتة وتنشئ لها ميليشيات للحفاظ على هذه المطامع وكأنها أصبحت جزء من أيضا ممالك التحالف وبالذات الإمارات، وهذا أيضا يعني يفجر الأمن والاستقرار وأيضا يجعل المواطن اليمني والشعب اليمني يدرك تماما مدى يعني قصدي يقلق كثيرا من هذه الأجندات التي وهي تخوض معركة ضروس ضد أيضا أجندات إقليمية تدعمها دولة عملاقة إيران وتمتلك أيضا يعني إرث دولة عميقة أيضا تواجه أيضا تطعن من الخلف وبأيضا جهود كبيرة جدا تدعمها دول عملاقة في المنطقة دول إقليمية كبيرة لديها الإمكانات ولديها المقومات المادية والعسكرية والأمنية، تسخر كل هذه الميليشيات تضرب أيضا أجندات الشرعية في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص. نعم، إذن ينضم معنا الكاتب فهد سلطان من الرياض. مساء الخير أستاذ فهد. أهلا وسهلا مرحبا أستاذ فهد. يعني نتحدث عن الجيش الوطني في أكثر من ملف، كنا نتحدث في السابق عن دعم هذا الجيش ماديا ومعنويا وصولا إلى ملفات الجرحى وأسر الشهداء، وللأسف اليوم نتحدث عن تغذية هذا الجيش وإبداده بالمواد الأساسية، إلى أين سيصل الأمر برأيك؟ أعتقد الصورة واضحة، يعني مدينة تعز مع الأسف الشديد الشرعية تطالب بتحرير و يعني تطالب بتحرير وتطالب باستقرار داخل هذه المدينة فيما الجيش لا يجدون يعني حبة الخبز. مدينة تعز لا زالت تحت الحصار حتى الآن، حصار من كل الاتجاهات. يعني تحدث الجيش طويلا وتحدث القيادات في الجيش وتحدث قائد المقاومة أكثر من مرة بأنها يعني أكثر أن هناك نقص كبير في السلاح، رغم أن هنالك كذلك نقص حاد ونقص دائما يتكرر دائما في على مستوى الأكل وعلى الطعام والشراب لدى الجيش. لو لم يكن هنالك حاضنة اجتماعية تتحمل المسؤولية بشكل كبير أو تعبت أو يعني قدمت تضحيات غير عادية، ربما كانت اليوم الميليشيات تقول في مدينة تعز وتصول. يعني هذا الجيش اليوم يعني الذي تحميه والذي يقدم له الدعم والذي يعني مع الأسف الشديد هي يعني او اقصد هي الحاضنه الشعبيه مع الاسف الشديد الشرعيه لم تتحمل مسؤوليه حقيقيه حتى الان. انا لا اطالب من التحالف العربي اذا كانت الشرعيه هي في المقام الاول الذي يعني تترك هذا الجيش من ابسط الحقوق ومن ابسط الواجبات، الرواتب تستمر لاكثر من 5 أشهر 6 أشهر لا يستلمها الجيش. لو لم يكن هنالك جيش حقيقي او لو لم يكن هنالك صمود اسطوري داخل هذه المدينه
كانت هذه المدينة ربما قد يعني تم حسمها من قبل الانقلاب ومن قبل الحوثيين منذ سنوات. الذي حصل اليوم هي يعني تتكرر في أكثر من مرة، غير أن الجديد اليوم الذي حصل عندما نادت حياة الضحايا اليوم لدعم الجيش أنه في اللحظة التي يقوم هذا الجيش بحملة هي الأولى من نوعها لدعم المحافظ ودعم الاستقرار ولعودة هيبة الدولة داخل هذه المدينة ولمطاردة المسلحين الذين تورطوا بجرائم قتل وعمليات إرهابية داخل هذه المدينة، ينكشف عورة هذا الجيش بأنه لا يملك يعني حبة رغيف خبز. وهنا يعني هذه الصورة تكفي لمعرفة حقيقة أو لمعرفة الوضع الذي يعيشه الجيش الوطني في تعز. نعم، ألا يفترض أنه يتبع المنطقة الرابعة في عدن والذي يفترض أن تمده بالدعم، أم أن هذا التقسيم تقسيم وهمي يعني وكل منطقة يعني معنية بمعسكراتها أو جيشها؟ كان اللواء المقدشي أكثر صراحة يعني من بقية كل القادة الشرعية والمتوكلين داخل الشرعية عندما كان يتحدث عن حقيقة ربما سخر منه الكثير حينها، لكنها كانت هي الحقيقة التي على الأقل أجابت عن تساؤل ظل صامتا لمدة يعني سنوات بأن تعز قطع منفصل. تعز هكذا يتحدثون عنها أنها تتبع المنطقة الرابعة، لكن في حقيقة الأمر لم يتم دعمها، وربما يعني خلال المقابلة التي عملها قائد المقاومة وقيادة في الجيش بأنه لم يتم دعمهم إلا بدبابة واحدة وكانت يعني تعطلت بعد بضعة أشهر، ودعم لم يعني كان محدودا، لا يعني كان دعم لا يليق يعني بمدينة تعز أن يمثل هذا الدعم يعني المنطقة الرابعة. حقيقة أن هنالك دعم للمنطقة الرابعة أعتقد هذه واحدة من الأكاذيب وواحدة من التضليل الذي يمارس ضد مدينة تعز. مدينة تعز اليوم تحاصر حصار وتعاقب من الجميع، الكل مشترك في هذه العقوبة الشرعية ربما مقبوض على أمرها، وبقي والجميع يمارس يعني عقاب جماعي على هذه المدينة. لا يوجد هنالك مبرر يفسر ما الذي يجري في مدينة تعز الآن من حصار خانق على هذه المدينة وعقابها عقابا جماعيا بهذه الطريقة التي تجري. إذن أين دور المحافظ أستاذ فهد يعني المعين منذ فترة والذي قيل بأنه لم يقبل المنصب إلا باشتراطات محددة كان من ضمنها دعم مدينة تعز للتحرير؟ يعني أين هذا الدعم؟ أين هذه الاشتراطات؟ ما الذي مهما كان المحافظ لن يستطيع أن يفعل شيء. إذا كان شوقي هائل وهو من أسرة بيت هائل سعيد التي يعني وربما يعني حاول الكثير لم يستطع أن يعمل شيء، ما لم يكن هنالك دعم حقيقي من قبل الشرعية فلن يكون هنالك تحرير حقيقي. أنا تكلمت في يعني قبل أسابيع بأنه في تعز إمكانية التحرير، ولكن من سيتحمل المسؤولية بعد يعني بعد الانتهاء او بعد التحرير؟ يعني هناك من يحاول ان يكرر تجارب فاشله او تجارب او يحاول احراق يعني بعض المكونات السياسيه من اجل ان يتم التحرير ثم تتحمل المسؤوليه وتقف مكشوفه. يعني هنالك لعبه من جاز التعبير بين قوسين، لعبه قذره في مدينه تعز، يراد لهذه المدينه ان تكرر تجارب، ان تحرق، ان تباد، ان تتفتت هذه المدينه التي هي اصل العمود المشروع الوطني داخل الوطن كله. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عادل، عودة أخيرة برأيك يعني إلى متى سيظل الجيش الوطني يكابد احتياجاته وهو الذي يخوض معركة الدفاع عن أمن اليمن والخليج؟ أعتقد أن هناك معضلة حقيقية يعني يعانيها التحالف في تآكل شعبيته داخل اليمن والشرعية عموما، في فشله أيضا في ترسيخ نفوذه داخل اليمن، وهذا ايضا في ايضا فشله في خلق الاستجابه الجماهيريه او تاكل هذه الاستجابه مع الوقت، لانه يدرك تماما ان التحالف لم يقم بواجباته، كما ايضا الشرعيه في دعم ايضا معركه التحرير، ايضا تنكر ايضا لهذه الجهود وهذه التضحيات، وهذا القاعده الصلبه التي نعتمد عليها نحن، واعتقد انه ستنمو وستترعرع هذه النواه داخل المحافظات، وبدات قلنا تعبر عن نفسها في
في احتجاجات واسعة داخل المناطق المحررة في رفض هذه الأجندات ورفض هذه السياسات وهذه الاستراتيجيات التي لم تعد تثمر وبدأ أيضا ثمارها أيضا مر وطافح لمشاعر اليمنيين. وأعتقد أنه إذا سار التعالف في هذا وبالذات دولة الإمارات في دعم هذه الأجندات ستواجه نفس المصير التي واجهته في الصومال. وبالتالي نحن هنا ندعو الشرعية وندعو التحالف أيضا لتغيير لإعادة قراءته للمشهد اليمني قبل أن ينفذ الأمر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل مسني الأكاديمي والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.